فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين والمشاهدات، ان شاء الله النهاردة احنا هنتكلم عن قبيلة مختلفة جدا، قبيلة موجودة في اندونيسيا في منطقة بابوا، وهي قبيلة داني. فهي تأتي على قمة تلك القبائل الأكثر غرابة في العالم. فلدى هذه القبيلة عادات غاية في الغرابة، وأول هذه العادات هي قطع عقل الإصبع، حيث تقوم قبيلة داني في حالة الحزن على الأموات وخاصة النساء بقطع عقلة أصبع من أصابعهم مقابل كل ميت من العائلة، ويستخدمون في قطع الأصابع الحجارة الحادة أو الساطور أو السكاكين، ما يضاعف الإحساس بالألم. وتمارس هذه العادة منذ سنوات طويلة، وتعود إلى اعتقاد لدى القبيلة بأن روح الإنسان تبقى موجودة في المكان عند وفاته، ولإرضاء تلك الروح يجب أن يقوموا بالتضحية. والاعتقادهم بأن أصابع اليد بمختلف أشكالها ترمز إلى أعضاء الأسرة وتعبر عن مدى تلاحمهم وتضامنهم، ولذلك عند وفاة أحد الأفراد يجب قطع الإصبع كرمز جسدي يعكس حجم الألم والفراغ الذين خلفهما رحيلهم. كما تقوم الأمهات اللواتي يفقدن أطفالهن الرضع بقضم الإصبع الصغيرة لمواليدهم الجدد حتى يبعدوا عنهم شبح الموت، حيث يعتقدون أن تلك العادة تطيل عمر المولود وتجعله مختلفا عن الآخرين. فدي طبعا عادة من العادات الغريبة جدا الموجودة عند هذه القبيلة. لذلك في الصور هتلاقوا بعض النساء هتلاقيهم الأصابع بتاعتهم متقطعة، عدد الأصابع ده دليل على عدد الذين توفوا من هذه الأسرة. الشيء الغريب الثاني في هذه العائلة أنه خلال مراسم العزاء والحداد يقوم أهالي القبيلة بتلطيخ أجسادهم بالطين لفترة زمنية معينة كنوع من الحداد على الميت، حيث يعتقدون أن الطين يرمز إلى عودة الروح إلى طبيعتها الأصلية. برضو من العادات الغريبة جدا عند هذه القبيلة اللي هي قبيلة داني أن هذه القبيلة تلجأ للحفاظ على أجساد موتاها الذين كان لديهم دور قوي في القبيلة، مثل المحاربين الأشداء والأقوياء منهم كرمز للفخر، وذلك من خلال تحنيطهم بالتدخين، رغم أن هذا الأسلوب لم يعد يمارس إلا نادرا. كما أن قبائل داني لازالت تحتفظ بعدد من المومياوات كرمز لاحترامهم لأسلافهم، ومن هذه المومياوات مومياء كورولو، والتي يقال أن عمرها لا يقل عن 370 سنة. والحفظ الجثث كان يتم دهنها ببلسم مصنوع من دهن الخنزير، وتشعل فيها النار لمدة 6 ساعات متصلة، وتحفظ الجثة في كوخ يحظر دخوله على الجميع عدا القليل من الأشخاص المسموح لهم بلمس الموتى. وهذه القبيلة تعيش على زراعة كل ما تحتاجه، ويعتمدون على التجارة بين القرى، ولا يزالون يطبخون باستخدام النار، ويعيشون بشكل منفصل في منازل مخصصة للنساء ومنازل أخرى مخصصة للرجال. أما عن الملبس، فيرتدي رجال القبيلة قطعة غير عادية من الملابس الداخلية تسمى كوتيكا، وجراب القضيب الذي يستخدم لإخفاء الأعضاء التناسلية. أما النساء فلديهم وجهة نظر متحررة جدا تجاه الملابس، حيث يعتدين تنانير مصنوعة من الألياف الساحلية المنسوجة والمزينة بالأكياس والقش، كما يلبس أيضا في الرأس ما يسمى بنوكين.
ده غطاء الرأس للسيدات يسمى ايه؟ نوكين. ففي شهر أغسطس من كل عام تنظم القبيلة معارك وهمية مع القبائل المجاورة، حيث تحضر كل قبيلة من القبائل الموجودة في تلك المنطقة مثل قبيلة داني ويالي ولاني أفضل المحاربين لخوض المعركة الوهمية وإظهار ثقافتهم الغنية للاحتفال بالخصوبة، فضلا عن دعم التقاليد القديمة. رغم سمعة قبيلة داني المخيفة وسط القبائل المحيطة لما يعرف عنهم بأنهم من أشرس الصيادين، إلا إنها قبيلة ودودة ومضيافة للزوار، حيث أنهم يستقبلون العديد من السياح الذين يتوقون لرؤية القبائل التي تعيش الحياة البدائية. ولقد تم اكتشاف قبيلة داني بالصدفة البحتة عام 1938 بواسطة عالم الحيوان الأمريكي ريتشارد أريولد خلال رحلته الاستكشافية إلى غينيا الجديدة. ولقد كانت هذه القبائل تأكل لحوم البشر سابقا، ولكن أكل لحوم البشر أصبح من الماضي، ويفضل شعب داني الآن مهرجانات الخنازير التي يقتل فيها الكثير من الخنازير بالقوس والسهم، بينما تقوم النساء بإعداد فرن بخار في الهواء الطلق باستخدام أوراق الشجر لطهي هذه الخنازير. ومن الأشياء الطريفة في هذه القبيلة أنه لكي يعبر الزوج عن حبه لزوجته فإنه يقوم بقطع إحدى أصابعه ويهديها لزوجته كناية عن الحب العميق الذي يكنه لها. طبعا دي قبيلة داني، ودي من أغرب القبائل الموجودة في العالم، وأتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا بأي معلومة، وأتمنى إن أنتوا تدعمونا بالاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة